خليني اكلمك او اسالك في الجانب الفني شويه عن سيد معوض وعبد الله السعيد. وانا مندهش عبد الله السعيد بيأدي بشكل هايل ناحيه الشمال. وليد سليمان انا لسه مش حاسس انه انسجم بشكل واضح. عبد الله السعيد بيجيد اللعب بكلتا القدمين خاصه الجانب بتاع ياسر. لما جيت الجول ده كنت بتتكلم عبد الله السعيد في اثناء الماتش واحنا بنتفرج على الماتش. كنت بعلق والله. انت كنت بتعلق والله. بقى دي شالت براءه ليك. ربنا يخليك. كنت فين ساعه الجريمه؟ كنت بعلق. لا اصل ده عنده مشكله كبيره معايا من اول امبارح لسه هنعلنها على الهواء دلوقتي. هيبقى عنده ازمه. اتفضل يا كابتن مجدي. يعني عايزين نقول ان قدرات عبد الله السعيد الهجوميه اكتر يعني الحلول عنده اكتر كتير من وليد سليمان. طريقه التفكير بتاعه عبد الله السعيد وشغله الجماعي اكتر من وليد سليمان. وليد سليمان عنده النواحي الفرديه اكتر من بيتفوق على عبد الله السعيد. ده معناه ايه؟ ان عبد الله السعيد ينسجم مع احمد فتحي لو راح عند احمد فتحي. ينسجم مع سيد معوض لو لعب جنب سيد معوض. ينسجم مع احمد شديد لو لعب جنب احمد شديد. ينسجم مع اللي حواليه. ليه؟ لان طريقه فكر طريقه لعبه وتفكيره جماعيه اكتر من وليد سليمان. ده السبب الرئيسي في نجاح عبد الله السعيد دلوقتي في النادي الاهلي اكتر منه عند وليد سليمان. وليد سليمان بيميل للفرديه في بعض الاحيان اللي اسلوب النادي الاهلي طول عمره الطريقه الفرديه عند اي حد ما بتضعف منه ما بتزودوش. عكس لعيبه تانية او عكس وليد سليمان في انديه تانية كان موجود فيها بالظبط. الاعتماد على الشكل الجماعي هو ده الاهم وده اللي لازم ينتبه ليه وليد سليمان. وليد عنده طاقات جيده جدا لابد ان يستخدمها ايجابيا في الشغل الجماعي. يعني بمعنى ان السؤال يعني ليه جوزيه ما يوظفش وليد سليمان في الجنب الشمال باعتباره اشول وعبد الله السعيد عنده الملكه انه يلعب في الجنب نقول ليه بقى دي تحديدا. نعم. دي يعني في هي في الكوره الجديده مش جديده قوي يعني بقى لها حوالي دلوقتي 10 سنين واخدين الشكل التكتيكي بتاع الهاند بول. نعم. الرجل العكسيه بالزبط. بتشتغل في بالزبط. الناحيه العكسيه. نعم. ليه؟ على اساس يبقى اللعيب الايد العكسيه الايد العكسيه بالنسبه للكوره الهاندبول بالايد ده صحيح ده اللي بيتعمل دايما حتى يقول لك الوينج رايت في الهاندبول هو الاشول الاشول بالظبط لانه اللي بيروح بشماله بيحط رجله ليه؟ عشان يبقى مواجه للملعب يبقى شايف اكبر مساحه ممكنه من الملعب بيلعب من الوقت اللعب من بره لجوه اكتر من جوه لبره. يعني الكور تبدا من بره وبعدين تبدا تخش لجوه فانت عشان تدخلها من بره لجوه عايز تدخلها في اتجاه المرمى. مش ممكن هتلعب بنفس الرجل بالرجل اليمين من ناحيه اليمين وتدخلها في اتجاه المرمى. لو انت لعبت بنفس الرجل اللي موجوده في المكان انت بتلعب عند المرمى بس مش في اتجاه المرمى عكس اتجاه المرمى في الخارج فمن هنا اللي هو بنحاول نستخدم حاجه في التكتيك اسمها التمرير عكس اتجاه الجري. تبقى بتجري في اتجاه الجول بتاعك او جانبي انما الباص بتاعك بيبقى في اتجاه الخصم او المنافس. دي بتبقى احد الحلول في التمرير لضرب الدفاعات والتنظيم الدفاعي للمنافسين. دي ما بتجيش كده من فراغ بتيجي عن طريق تدريب ودي بتحصل كتير. عبد الله سعيد بيعملها كتير ووليد سليمان كمان بيعملها كتير. طيب يعني ما فيش احسن في العالم اشول من ميسي في الوقت الحالي. طبعا يعني ما شفناهوش بيتوظف كده الا فيما ندى.